دلوقتي تعالوا نستعرض مع حضراتكم كده أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ كالعادة من القاهرة، تحديدا شارع رمسيس اللي في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية بسيطة مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين كده لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو بعض الكثافات النسبية. أما لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي إن فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية بس بتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق للي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري، ونفس الامر اعلى كوبري المطريه للقادم من الكابلات. بيشهد نفق الازهر انتظام في حركه المرور للقادم من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركه المرور في شارع رمسيس وصولا لغمره والعباسيه وبمطالع ومنازل كوبري اكتوبر. بالنسبه لطريق الاوتوستراد للقادم من مناطق حلوان الى المعادي والمقطم هيكون في سيوله مروريه كبيره جدا، بس بتظهر بعض الكثافات اعلى الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغايه القصر العيني، وبعض الكثافات في محور النصر لغايه المنصه، وكمان في شارع عباس العقاد والطيران واماكن غلق الاشارات بالميادين منها طبعا ميدان التحرير وروكسي وميدان هشام بركات. عايزين ناخد بالنا ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه اللي هي من طريق السخنه اللي هو طريق القطاميه الجديد لغايه تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركه المرور بطريق القطاميه القديم في مطلع محور محمد نجيب في اتجاه طريق المحاجر، وده طبعا علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده، حتى الطريق الاوسطي من خلال محميه وادي دجله مع طبعا تطوير المنطقه المحيطه. تعالوا نروح مع بعض كده الجيزه، هنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مروريه، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركه السيارات. بدات تظهر بعض الكثافات في منطقه مشعل، وكمان في كثافات كبيره من شارع العشرين لحد الطلبيه. ايضا المتجه لكوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى العشرين. بالنسبه لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مروريه بسيطه قبل محور ميدان لبنان، اما المتجه الى اكتوبر فهيكون في سيوله مروريه. لو رحنا شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة هنلاقي إن في كثافات بدأت تظهر، كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، بتظهر كمان كثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، يفضل التوجه لمحور عرابي، كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وبيشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، كمان في كثافات في محيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. نروح دلوقتي لمحافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. هناك في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. وهنكمل جولتنا المرورية مع حضراتكم وهنروح الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة كمان مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 37، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.